السلام عليكم. اليوم سنتحدث عن مفهوم عميق وكبير، موضوع القدر. كيف تشعر عندما تسمع كلمة قدر؟ هل تشعر بالرهبة؟ هل تتساءل لماذا أحيانا حياتنا تأخذ منحنيات لا نفهمها؟ في بعض الأحيان نحن نظن أننا نعرف ما هو الأفضل لنا، لكن الحقيقة قد تكون غير ذلك. الله سبحانه وتعالى هو من يعلم الغيب ويعلم ما هو خير لنا على المدى البعيد، في حين أننا محصورون برؤية قصيرة المدى لا نرى منها سوى زاوية ضيقة. فكر معي، كم من مرة اعتقدنا أن شيئا ما هو كل حياتنا، ثم تغير مسارنا إلى شيء آخر ووجدنا فيه معنى أعمق وتعلمنا منه دروسا لا تنسى. فلسفة القدر بين الإيمان والعقل، يعتبر القدر جزءا من العقيدة الإسلامية، ويعلمنا هذا المبدأ أن لا شيء يحدث صدفة في الكون. إذا نظرنا إلى حياتنا سنجد أن القدر يسير وفق قوانين إلهية عظيمة، وكأننا قطع صغيرة في لوحة فسيفساء كبيرة. كل حادثة، كل شخص نقابله، وكل تجربة نخوضها تشكل جزءا من صورة شاملة لا يمكننا فهمها بالكامل إلا بمرور الوقت. الله يرى هذه الصورة الكاملة ويعرف كيف يرتبها بطريقة تخدمنا وتساعدنا على النمو، حتى وإن لم نفهم هذه الحكمة في البداية. يقول الله في كتابه الكريم: وكان أمر الله قدرا مقدورا. الأحزاب 32. وهذا يعني أن كل ما يحدث في حياتنا محسوب ودقيق، وأن هناك خطة واضحة تسيرنا. كيف يساعدنا القدر في التعلم والنضج؟ إذا كان كل شيء يحدث لسبب، فإن الأقدار المؤلمة ليست مجرد عقبات، بل هي دروس تربوية. حين نخسر شيئا عزيزا أو نمر بمرحلة صعبة، قد نتألم ونشعر بالضعف، لكن هذا الضعف يتحول إلى قوة داخلية مع الوقت. الشدائد هي فرصة لبناء أنفسنا من جديد، وتعليمنا الصبر والتقدير للحظات السعيدة. الله يختبرنا بمراحل صعبة ليطور فينا الإيمان العميق، ويعلمنا أن نتجاوز الأزمات بثبات. وكلما اجتزنا اختبارا اقتربنا خطوة إلى الله وثقتنا بحكمته. التوازن بين العمل والرضا. يظن البعض أن الإيمان بالقدر يعني التسليم الكامل دون عمل، لكن هذا بعيد كل البعد عن الحقيقة. إن الإيمان بالقدر لا يلغي مسؤوليتنا في السعي والعمل، بل يعطينا منظورا أوسع للتعامل مع النتائج. نحن نعمل بجد، نتعب ونخطط، ولكن حين تأتي النتيجة بخلاف ما توقعنا نرضى. العمل الجاد هو جزء من رسالتنا في الحياة. أما الرضا فهو ما يمنحنا راحة البال عندما تأتي النتائج على غير المتوقع. هكذا يصبح العمل والرضا شريكين في تحقيق التوازن. قصص من الحياة اليومية تبرز أهمية الثقة بالله. قد لا نعيش تجربة مثل تجربة سيدنا يوسف عليه السلام، لكن في حياتنا أمثلة واقعية تعطينا دروسا عن القدر. قد تجد شخصا يفقد وظيفته ويظن أن ذلك أسوأ ما حدث له، لكن مع الوقت يكتشف وظيفة أفضل، أو يبدأ مشروعه الخاص ويحقق نجاحا أكبر. أو فتاة تظن أن انتهاء علاقة هو نهاية العالم، لكنها لاحقا تقابل شريك حياة يقدرها ويفهمها بعمق. هذه القصص الواقعية من حياتنا اليومية تذكرنا بأن ما نعتبره خسارة قد يكون بداية جديدة لحياة أفضل. الإيمان واليقين. كيف نتقبل الأقدار الصعبة؟ الأقدار الصعبة ليست إلا جزءا من رحلتنا الروحية. في الأوقات العصيبة نحتاج إلى اليقين بأن الله لا يخذل عباده، وأنه يخطط لنا ما هو خير. اليقين هو أن تشعر بالسلام وسط العاصفة، أن تؤمن بأن الله معك ويرعاك. كلما زاد إيمانك وثقتك بالله، كلما زادت قدرتك على تقبل الأحداث غير المتوقعة واحتضان التغييرات التي تأتيك في الحياة. دعوة للتفكير. لماذا نحتاج إلى فهم القدر؟ فهم القدر يجعلنا نعيش بوعي أكبر. ندرك أن كل يوم هو فرصة جديدة
نكتشف فيها الحكمة التي وضعها الله لنا في هذا الكون. عندما نرى الحياة كرحلة مليئة بالدروس، يصبح كل موقف مهما كان بسيطا معلما لنا. القدر هو المعلم الصامت، يوجهنا بحكمة ويدفعنا لأن نكون أفضل وأن ننضج ونتعلم. إضافة روح التفاؤل: تذكر أن الإيمان بالقدر يجعلك أكثر تفاؤلا، فالله الذي خلق هذا الكون وخلقك بحب لن يختار لك إلا ما هو خير لك. قد تكون في لحظة صعبة، لكن تذكر أن كل غروب يتبعه شروق، وكل ضيق يتبعه فرج. هذا هو قانون الحياة، وهذه هي الرسالة التي يحملها القدر في طياته. في النهاية، أريد أن أختم هذا الموضوع برسالة الأمل والتقدير. أصدقائي، الحياة مليئة بالتحديات، لكن مع كل تحدي يثبت لنا القدر أن الله يختار لنا ما هو أفضل. كل ما علينا فعله هو أن نؤمن، أن نثق، وأن نعيش حياتنا بتفاؤل وأمل. ما تخلي الأحداث السيئة تثنيك عن الاستمرار، بدلا من ذلك حاول أن ترى فيها فرصة للتعلم والنمو، وأن تؤمن أن الله دائما يخطط لك الأفضل.